ازاي تبقي غنية؟ ازاي يكون معاكي فلوس كتير؟ حاجة بصراحة صعبة المنال. لكن ياسمين الدالي عندها رأي آخر، عندها رأي مختلف، بتقول لا احنا ينفع نكون أغنياء. بس خلينا نقول لها الأول منورانا، انتي منورانا. ميرسي، ربنا يخليك، أنا مبسوطة اني هنا. وأنا مبسوطة ان انتي معايا جدا. دي من الفقرات، انتي من الضيوف اللي أنا همشي ورا كلامهم. بصي كأنه يعني كده أبقى غنية ازاي ياسمين؟ بصي، احنا لازم نفهم يعني ايه غنى، غنى الاول. لان دايما لما حد بيقول غنى اول حاجه بتيجي في دماغهم فلوس، صح؟ ده مقلب. هي زي ما تقولي ان هو حاجات كتير مع بعض. ده مقلب على الهوا ياسمين. لا من فضلك، احنا اتفقنا ازاي نبقى بلاش غنى النفس، احنا عايزين غنى الفلوس. لا، ما هو كله مع بعض. ماشي، اتفضل. كله مع بعض ده بيؤدي لده. ما تيجي نبتدي بغنى الفلوس بس. هقول لك بس فضل. عشان نوصل لدي لازم نرجع نروح حته تانية. اوكي. ان انا ممكن يبقى الواحد بيبقى قدامه كل الفرص اللي قدامه وما بياخدهاش. مش بتحصل كده ساعات؟ الواحد بيجيله فرص كتير كتير جدا قدامه في اللي هو بيعمله، وبعد كده ما بياخدش الفرص دي. تفتكري ليه؟ ليه؟ علشان بيبقى فيه حاجات نفسيه بتخلي الشخص ان هو ما يقدرش ان هو ياخد الحاجات دي، زي الخوف من النجاح. في ناس فعلا بيبقى عندها خوف من النجاح، زي ان هو ممكن يكون ان ما عندوش احساس بقيمه نفسه كفايه ان هو شايف ان هو يستاهل الفرص اللي هي بتيجي قدامه. فهاجي اسالك، هقول اي مش هسالك عشان انا هقول لك ان الثروه الفلوس دي، احنا بنيجي نقول في الثروه بنفكرها فلوس. الثروه مش بس فلوس، او الغنى مش بس فلوس. بيبقى في جزء بتاع غنى النفس وجزء بتاع الغنى العقلي، تمام؟ وفي الغنى اللي هو بتاع الفلوس، تمام؟ دي بتبقى دايره كلها مع بعض. يعني كان ليه بقى؟ لان انا مثلا كان جالي قبل كده حد كان جاي بيقول لي انا جيت وعملت الشركه بتاعتي وفي الشركه فعلا نجحت وبعمل فلوس كتير جدا، بس انا مش حاسس ان انا بعمل فلوس. طب ازاي؟ صح؟ مش طبيعي، في حاجه غلط. لانه حاسس ان هو، قصدك تقولي ان هو حاسس ان هو مش غني نفسيا. بالظبط كده. اوكي. لان انا طول ما انا اللي انا بعمله مش ماشي مع اهدافي في حياتي، يعني كل واحد ما لازم يكون عنده هدف في حياته. انا بعمل ليه كل ده؟ انا ليه عايز يبقى عندي فلوس؟ طب ما عايزه فلوس، جالي فلوس، طب وبعدين؟ هشتري حاجات. هتشتري حاجات وبعدين؟ هيبقى عندي حاجات وبعدين. اصل انت لو توصلي مرحله معينه، تفتكري الناس الاغنياء دول بينتحروا ليه؟ ولا ده بيلاقي عنده كل حاجه في الدنيا؟ احنا مش عايزين، احنا مش عايزين نتعلم نبقى اغنياء لدرجه الانتحار يا ياسمين. لا مش احنا عايزين نتعلم ان احنا نبقى اغنياء عشان يبقى معانا فلوس، يعني نشتري لنا حته شقه، يعني حته بتاع، يعني بس كده. ده طموحاتنا. هقول لك حاجه، انا معاكي وهديكي الخطوات وهقول لك على كل حاجه على الحته. أوكي. دي، ولكن في نقطه مهمه لازم نفهمها، ان انا لما هقعد انا غرضي هو الفلوس، تمام؟ فين القيمه؟ يعني فين القيمة اللي أنا بقدمها اللي بتديني أنا الإحساس باللذة بتاعت اللي أنا بعمله؟ لأن هو خلاص أنا بقى معايا فلوس، تمام؟ وأنا بعمل فلوس علشان وبشتغل من 9 لـ5 وطاحن نفسي شغل وكل حاجة علشان أقدر أعمل كذا لأولادي وأعمل كذا لأولادي وأعمل كذا لأولادي. أولادي كبروا ومبقوش محتاجيني، طب وأنا فين؟ فلو أنا الأهداف بتاعتي مش ماشية مع الـ 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 الشغل اللي انا بعمله ومش ماشيه مع السبب اللي انا عايز اعمل بيه الفلوس، ان الفلوس ما تبقاش غرض، تبقى طول عشان اوصل اللي انا عايزه. يعني انت عايزاني اهيئ نفسي لايه عشان اوصل للي انت بتقولي عليه دلوقتي؟ ان انا يبقى ليا هدف معين في حياتي وعلى اساسه بكرس كل حاجه حواليا علشان اوصل للهدف ده. طيب، يعني انا لو هتكلم عن نفسي، انا هدفي ان انا اربي بناتي كويس، تمام، واعلمهم واكبرهم ويطلعوا بنات كويسين وصالحات وكذا. هو ده قصدك الهدف اللي انت بتقولي يعني؟ لا مش ده. لا. لان ده هدف، بس ده هدف اللي هو مدى قصير. انت هدفك ايه في حياتك عامه؟ يعني انا مثلا هدفي اللي انا دخلت فيه في الحاجات اللي انا بعملها دي، ان انا عايز اساعد الناس. انا بتعلم علشان اعلم، علشان عايزه اضيف حاجه، تمام؟ فهو ده بيسموه الهدف الاسمى او الهدف كده. بناتي واولادي مهم، انا عندي ولد وبنت ومهمين بالنسبه لي، ولكن انا لما بيكون هدفي ان انا عايزه افيد بحاجات معينه، تمام؟ فبالتالي انا كل حاجه في حياتي، شغلي، تربيتي لاولادي، لكل حاجه بتبقى بتصب في الهدف ده، بحيث ان انا ولادي كبروا انا هدفي لسه موجود ما تاثرش. فبالتالي انا لما اجي اعمل فلوس انا بعمل فلوس عشان اخدم الهدف، انما لان انا عارفه عامله زي ايه؟ زي مثلا حد يجي يقول عايز اعمل دايت، فيقول انا هعمل الدايت علشان عايز اوصل مثلا اخس بقى 50 60 كيلو.
اوكي. اول ما باجي بوصل ل 50 60 كيلو اوكي، ايه اللي بيحصل؟ المخ بيبتدي يبعت مسج للجسم ان انت خلاص انت وصلت للهدف بتاعك، فبالتالي بيبتدي ان هو بي 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 بيرجع تاني ان هو يتخن تاني، ان خلاص انا وصلت لهدفي. بس لما يكون هدفي ان انا عايزه ابقى صحتي كويسه على المدى الطويل، ان انا عايزه ابقى صحتي كويسه طول حياتي، لان الموضوع بيفضل مكمل. هي نفس الحكايه. هي دي نفس الحكايه. اوكي. فبالنسبه اللي هو الحته اللي هي الحته العمليه بقى اللي انت عايزه، هي دعوه ان انا ايه الخطوات اللي بعملها دلوقتي. انا لما باجي بمسك على الحته اللي هي بتاعه الهدف، اوكي، هقول لك الخطوات اللي هي بعملها بدماغي، لان انا زي ما قلت لك ان هو بيبقى فيه بلوكجز معينه موجوده في البني ادم نفسيا بتخليه ان هو ما يقدرش، ان حتى لو الفرص قدامه ما بياخدهاش. تمام. زي ان هو زي ما قلت لك كتير اللي هو الخوف من النجاح، وان هو الخوف من ان انا مش قيمتي مش كفايه، ان انا ايه، انا مين انا علشان تجيلي الفرصه دي وان انا اقدر اخدها. فدي طول ما دي موجوده عمرك ما تعرفي توصلي، لان انت لما تجيلك الفرصه انت فعلا تاخديها. يبقى نمره واحد اصدق ان انا استاهل الفرصه. بالظبط كده. اللي هو حط الحته اللي خشي في التقيل في التقيل. طيب دلوقتي اهم حاجه ان انا مثلا انا لو انا دخلي 100 جنيه انا دخلي 100 جنيه اوكي. اتفضلي اديني بقى، بصي اديني قعدتلك، اتفضلي. طيب. انا دخلي 100 جنيه تمام. بتعامل مع دخلي ان انا مثلا بقول ان انا 10% من دخلي كله انا هشيله على جنب، ان انا حتى ممكن انا بتفق مع البنك مع اي حاجه ان اي حاجه تخش في حسابي انا بشيل منها 10% او 20% او على حسب النسبه اللي انا بتفق. ازاي بقى كنترول الحته دي وانا عارفه ان انا عندي اول الشهر قسط، عندي مصاريف مدارس، عندي جمعيه داخلها، عندي مش عارفه ايه، ازاي كنترول او اوصل للحته دي؟ اوكي. حد عايز يبقى غني اوكي، بتقللي المصاريف بتاعتك قدام اللي بيخش لك. تمام. في طريقه سريعه انا بتعمليها بيها الحكايه دي، في كذا ابروتش. في اولا ان انت لخبطتيني على فكره. اتفضلي كملي. ليه؟ اصل مش عارفه انت عماله داخله فيا. اتفضلي. وهي ليها سيكونس معين. اوكي. هبتدي لك في الحته اللي هي الاول بتاعه ان انا ازاي اقدر ان انا احوش. اوكي. وان انا اغير اللايف ستايل بتاعي، انا هكلمك في كده، ان انا اغير اللايف ستايل بتاعي بطريقه معينه، وان انا ازاي اعمل بادجيتنج، هخش لك برده في الحته دي. اوكي. اوكي. فانا الاول علشان احنا حياتنا استهلاكيه عامه، كل حاجه حوالينا بتقول لنا عايزين ونشتري وعايزين ونشتري وعايزين ونشتري. تمام. سواء ان احنا محتاجين الحاجه دي فعلا ولا لا. فان انا اقدر عشان اقدر ان انا احوش، انا محتاجه ان انا احدد ايه الحاجات اللي انا فعلا محتاجه اشتريها وايه الحاجات اللي انا مش محتاجه اشتريها، وان انا ابتدي اعمل اولويه للمشتريات بتاعتي. ليه؟ لان انا لو عايشه عيشه الاستهلاكيه اللي هم دلوقتي بنتحط فيها اقتصاديا، ان انا كل على بعد مترين في مول وعلى بعد مترين انا بليست حاجات لازم نشتريها، اوكي، ده بيؤدي الى ان الناس بتشتري اكتر من حاجتها. في دلوقتي في العالم كله في اتجاهات مختلفه اللي هو بيسموها المينيماليزم. المينيماليزم ده اللي هو ان انا بقلل الحاجات اللي انا بقتنيها. اوكي. ان انا بقللها ازاي؟ ان انا بشوف انا محتاجه، يعني مثلا في يقول لك ايه، ما يبقاش في دولابك غير 33 قطعه. 33 قطعة. وده مش عايز اقول لك ده حاجه ماشيه جامد جدا في العالم دلوقتي، ان هو يبقى في دولابك 33 قطعه من 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 بوزات وبنطلونات وجوبات كله على بعض 33 قطعه. اشمعنى 33؟ اشمعنى هم حسبوها كده؟ ما تفهميش، عملوا ريسيرش كده وهم طلعوا بالرقم ده في الاخر. وفي اتجاه تاني حاجه بيسموها الكابسول ووردروب او الدولاب الكبسوله. تلاقي ده بقى، مش عايز اقول لك ان اكبر واشهر الناس في العالم زي ستيف جوبز اوكي وناس كتير من الفاشن ديزاينرز الكبار، بتلاقيهم هم بيستعملوا الحاجه دي، تلاقيهم ان هم عندهم مثلا في دولابهم 15 قطعه كلهم بيليقوا على بعض. ده اللي احنا قدمناه لحضراتكم اعتقد الاسبوع اللي فات، هو ان ازاي يكون عندك كانوا 20 قطعه تعملي من، لا عفوا، كانوا 10 قطع تعملي منهم 23 طقم. هو ده الدولاب الكبسوله. كملي. بالظبط كده. فده بيؤدي الى ان الناس بتبتدي تركز في ان انا محتاج اعمل ايه في حياتي، بدل ما انا طول تفكيري طول النهار انا محتاج البس ايه ومحتاج اشتري ايه ومحتاج اعمل ايه. وده اتجاه ماشي عكس الحياه الاستهلاكيه اللي احنا ماشيينها، ان هو من كتر ما هو الناس عماله بتشتري 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 بتشتري، والشركات عماله بتخلق لنا احتياجات احنا مش محتاجينها، فانا باجي بفكر طب هل انا الشيء ده محتاجاه فعلا ولا لا؟ هل اقدر اعيش من غيره ولا ما اقدرش اعيش من غيره؟ وده بيؤدي ان انا بوفر.
انت بتتكلمي بقى عن اللبس، شنط، جزم، لا على كله، حتى احتياجاتي في البيت، حتى الاكل. حتى الاكل، حتى الاكل. هل انا محتاجه كورن فليكس ولا ممكن اجيب حاجه تانية مكانها؟ هل انا اجيب سيريال محتاجه ولا ممكن اجيب كده؟ طبعا، لان انا لو جبت كل حاجه، اوكي، ما فيها حاجات بتبقى رفاهيات، مش محتاجينها انها تبقى موجوده في البيت. وممكن اوجد لها بدائل مصريه، يعني ممكن، يعني لو مثلا برطمان الشوكولاته ده مثلا ب 170 او 180 او ايا كان سعره، المصري بتاعه منتج اخر مش عارفه كام، و30 ولا كام و40، فبالتالي في فرق، فممكن ابدله. بالظبط. ولا حضرتك تقصدي ان انا ما تجيبوش اساسا؟ لا خالص، على حسب، هل انا اقدر ان انا ابدله ولا ما اقدرش ابدله. وده هيرجعنا برضو لانا هدفي. طب انا عايزه اوفر فلوس ليه؟ هل انا عايزه اوفر فلوس علشان ان انا بالنسبه لي ان انا علشان عايزه اشتري شنطه او عايزه اشتري جزمه او عايزه اشتري حاجه معينه، ولا انا بوفر علشان عايزه امن حياتي وحياه ولادي، ولا انا بوفر علشان عايزه اسافر واتفسح؟ فكله بيعتمد على انا هدفي ايه. لو انا هدفي ان انا اسافر واتفسح، يبقى خلاص، يبقى انا مش فارق معايا ان انا اشتري الشنطه والجزمه. انا بحدد اهدافي ايه، وببتدي على اساسها بوطب الاولويات بتاعتي في الصرف بتاعي. اشيل 10% من مرتبي. بتشيلي 10% من مرتبك، وطريقه سهله جدا، ان هو البنك او اي حاجه بياخد اوردر ان هو بيشيل 10% من فلوسك. وفي بنوك بتعمل كده؟ في بنوك بتعمل كده؟ طبعا كل البنوك تقريبا بتعمل كده. بتشيل جزء من مرتبك بيروح على حساب تاني. انت بقى ان الحساب ده موجود اصلا. الحساب ده ما بتلمسيهوش غير لما لحاجات معينه. اوكي؟ وفي طريقه تانيه ان هو في بقى اللي هي الحاجات اللي هو بتقفلي في وديعه، وفي حاجه بيبقى اسمها تايم ديبوزيت، اللي هو بيبقى حاجه نفس الفكره بتاعت الوديعه بس بيبقى مدى اصغر. يعني حضرتك تقصدي انه انا من طريقه حياتي بشيل منها بنود الرفاهيات او الحاجات اللي ملهاش لازمه بالنسبه لك، لان بتفرق من حد لحد. وده يعمل 10% من مرتبي، يساوي 10% مرتبي اللي انا هعرف اشيلهم اول كل شهر. لا خالص، انا بتعامل على اساس ان انا في 10% من مرتبي مش موجود. يعني انا لو انا بعمل 100 جنيه، انا بتصرف على اساس ان انا مرتبي 90 جنيه. انا بنسى خالص ان ال 10% دول موجودين. أوكي. لان احنا كان ده المعتاد، ان الواحد بيجي يصرف وبعد كده اللي يفضل هو اللي بيشيله. فهو طلع ان الموضوع ده اثبت ان هو لا، لان دايما هنلاقي حاجه نصرف فيها. صح. فلو انا تعاملت على اساس ان انا مرتبي فيه 90 جنيه بدل 100، واعمل الميزانيه بتاعتي، وخلاص انا اكن دول مش موجودين. وحضرتك عايزيني بقى اوفر من 90 كمان، انه انا اشيل الحاجات الرفاهيه، ولا انا ممكن لو بال 90 دول انا تمام واعرف اجيب الشوكليت والمش عارفه ايه وكذا، اعيش نفس عيشتي؟ ممكن. بس اللي كنت لسه هقول لك، ما احنا محتاجين اللي هو الحاجه بقى اللي هي بتاعت الطوارئ. يعني انا في حاجه بـ 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 بشيلها دي بنساها خالص. دي حاجه بقى على مدى طويل، عايز اعمل مشروع، عايز حاجه زي كده. انما في بقى الجزء الثاني بتاع الطوارئ. طلع لي مثلا لازم ادفع تامين صحي، طلع لي لازم ادفع مصاريف مدارس، طلع لي ان انا لازم ادفع اي حاجه، حد عي محتاجين نروح كذا حاجه، انا ما كنتش عامله حسابها ان هي ممكن تيجي، مصاريف زادت اي حاجه. فدي دايما بتبقى محطوطه على جنب. دي مهمه جدا. ليه؟ لان انا لو ما عملتش كده يبقى دايما هاجي على اللي انا حوشته. دايما هرجع على اللي انا حوشته. اه بس ما ده مهم. طب يعني مش هودي البنت المستشفى، يعني مش هاخد دكتور، يعني مش هنجيب ادويه، يعني مش هنعمل كذا. فهي بتيجي ان انا بعمل حساب ده وبعمل حساب ده. يعني عشان اكون غنيه لازم ابتدي اعتبر انه انا ما باخدش 100 جنيه، انا باخد 90 بس. بالظبط. واحد. اتنين، علشان اكون غنيه لازم ابتدي اجدول رفاهياتي، اجدول حياتي. واذا كنت انا النهارده بجيب شوكولاته كتير في البيت، بجيب مش عارفه ايه للولاد، بجيب هدوم كتير ليا، فاحنا اتفقنا خلاص ان احنا بقى عندنا يا اما 33 قطعه، يا اما الكبسوله اللي هي 15 قطعه، وده يكفي جدا. حاجات الوان ينقيها على بعض، عشان فكره ان انا طول الوقت عايزه اجيب هدوم طول الوقت. بس انا طبعا ما ينفعش ان انا طبعا، ما بقولك على حسب الشخص، بتفرق من شخص للتاني، لان انت مجال طبعا عملك طبعا بالزبط. مختلف. ان ده يعتبر اكنه استثمار. بالظبط كده. وفي نفس الوقت احاول انه انا مش كل الحاجات اللي ولادي كمتطلبات عايزينها الرفاهيه اجيبها لهم طبعا، لان دي حتى تربويا كمان. بس ده مش حرمان؟
لا طبعا على حسب، ما انا بحرمهم من ايه؟ لان هم مش عايز اقول لك ان هو حاجه من الحاجات اللي حتى يعني حتى تربويا بيعلموها للاهل دلوقتي، ان موضوع ان احنا ندي كل حاجه دي بتعمل نوع من انواع عدم الامان عند الاطفال. فعلا؟ طبعا، لان انت لما بتديهم كل حاجه خلاص يبقى كل حاجه بالنسبه لهم موجوده قدامهم، فساعتها بيحسوا انه في إن لما يكبروا بيحسوا ان في حاجه غلط. لما انا ابقى متعوده ان انا كل حاجه عايزاها موجوده، طب لما اكبر طيب انا عايزه حاجه مش بتاعتي، صح، حاجه مش بتاعتي او حاجه انا مش في مقدرتي ان انا اجيبها، فده بيعمل نوع من انواع انه لا بيحسوا ان هم مهزوزين، بيحسوا ان هم محرومين بقى لما يكبروا، صح. ساعتها بيحسوا بالحرمان. فمهم، وحتى علشان هم ازاي ان هم يعرفوا قيمه الشيء، ما هو ده برضو من ضمن الحته بتاعت ان انا اعلمهم على موضوع الفلوس، ان هم يحسوا بقيمه القرش، ان انا مش كل حاجه سهل ان انا انزل اجيب. صح، انا متفق معاكي جدا. يعني ممكن اديكي مثال صغير؟ طبعا. انا عندي بنتي حبيبه عندها 11 سنه، جت احنا عندها لعب بقى كتير جدا جدا، وجت في يوم قالت لي انا عايزه لعبه معينه، قلت لها احنا مش ناقصين لعب على فكره، انت عندك كميه لعب رهيبه ومش هنجيب لعب. فراحت جت قالت لي لا بس انا عايزاها، قلت لها عايزاها يبقى انت تصرفي، هاتي فلوس وهاتي انت اللعبه، انا مش هجيب لعب خلاص احنا عندنا كفايه. قلت لها ايه؟ قلت لها اتصرفي انت، هاتي فلوس علشان شوفي هتجيبي اللعبه ازاي، لان انا مش هجيب لعب تاني، احنا جبنا كفايه. اوكي، فهي راحت بقى غابت كده شويه، بعد كده لقيتها راجعه لي بعد حوالي اسبوعين بتقولي مامي ده في الكرنفال بتاع المدرسه وفي ممكن نأجر ترابيزات، فانا عايزه أأجر ترابيزه علشان اجيب فيها حاجات اباها عشان اعرف اجيب اللعبه اللي انا عايزاها. فرحت قلت لها طيب، وفعلا دفعنا فلوس الترابيزه ونزلنا اخدتها الفجاله. يعني دفعتي فلوس الترابيزه بس ما رضيتيش تجيبي لها اللعبه؟ طبعا. طبعا، برافو عليكي، لان هي لازم تتعلم تعرف ان هي الموضوع قد ايه بياخد جهد، لان هو اسهل حاجه عند الاطفال عايز 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 عايز، مش فاهمين المجهود اللي بيتاخد وراها. فنزلنا الفجاله وجبنا حاجات وبعتها في الترابيزه وعملت فلوس كفايه ان هي جابت لنفسها لعبه وجابت لاخوها لعبه، وفضل فلوس كمان رحنا اتبرعنا بيها. برافو عليكي. فساعتها هي فهمت قد ايه الموضوع مش بالسهوله دي. في اي خطوه ثانيه عشان ابقى غنيه؟ ان انت تقللي الديون. الكريدت كارد ما تفكرنيش، انا عايشه بيه. كلنا، لان هو ال هقول لك في نوعين ديون، في ديون مفيده وفي ديون مش مفيده. الديون المش مفيده اللي انا بدفع علشان اشتري حاجه وخلاص، ما فيهاش حاجه. انا ممكن حد يقول لك لا الهدوم مش ديون غير مفيده، في مجالات تانية لا دي بتبقى استثمار فتخش في الديون المفيده. فبالتالي لو انا هخش في ديون مفيده دي مش مشكله بخليها، زي لما مثلا لما حد بيجي ياخد ده كان هيبقى سؤالي. لو انا من الاشخاص اللي مش هتعرف تشيل 10% في البنك وانا عارفه ان انا همد ايدي عليهم همد ايدي عليهم، احط ال 10% اللي هجدي عليهم دول في اي قسط؟ اي ممكن قسط؟ ممكن تحطيها في قسط اي حاجه، ممكن يعني مثلا في وديعه وتقفلي عليها. لا لو انا مثلا هعرف اكسر الوديعة، انا بكلمك بقى في فكره انه انا ال 10% اللي حضرتك بتقولي عليهم دول اخدهم احطهم في اي حاجه انا عارفه ان انا مش سهل باعها، مش سهل فكها، جمعيه هقبضها بعد 12 شهر. بالزبط. اعمل كده بالظبط كده، اربطيهم باي طريقه او اخرى، اربطيهم بحيث انت ما تعرفيش توصلي لهم. اوكي، علشان لما طول ما هم انت، لان كمان احنا كاشخاص استهلاكيين بالطريقه اللي احنا يعني دلوقتي عايشين فيها في العالم كله حتى مش بس في مصر، يعني طول ما في فلوس دايما في حاجه. صح. وتلاقي الزنانه بقى، صح، الزنانه شغاله. طب انا هجيب بيها دي ولا هجيب بيها دي؟ ايوه، انا من شهرين. أيوة. شفت مش عارف بس ايه بس تفكريش. لو بعد كده لو خلصنا من الهدوم ومن الجزم هتلاقي دخلتي في حاجات. صح. المطبخ وحاجات البيت، طب اصل البنات محتاجين كذا، اصل مش عارفين، مش هتنخلص. فاحسن ان انا عشان اكون غنيه اربط نفسي و واتعامل ان ال 100 بقت 90 وال 10 جنيه دول يتحطوا في اي حاجه. بالزبط. اول كل شهر انا معرفش افكها او انا معرفش اصرفها، ويبقى فيها يعني مش عايز اقول لك ان هو يعني حتى لو انت دخلتي في الصاله اللي هو هتتسجني لو ما دفعتيش، فبالتالي يعني يبقى غنيه هتتسجن. من الاخر يعني ده ليا سنين في الاخر عايز اقولها يا جماعه ان هي تبقى غنيه هتتسجني، هي ملهاش حل ثالث. وتتخلصي تماما من فكره الديون الغير مفيده اللي هي الكريدت كاردز اللي خربة بيتنا 24 ساعه. بالظبط. وبعدين في برضه ال ال ال, ال, ال في ديون مفيده اللي هي بتاعه ان انا باخد مثلا بعمل قرض او بعمل حاجه علشان هدخله في مشروع.
وبرضه في حته تانية. قصة العربيه اخباره ايه؟ لان انا بشوف انه في ناس كتير قوي عندها فكره انه العربيه دي مهمه ولو عربيه فاخره تبقى مهمه فممكن يشيلوا فلوس كتير عشان خاطر العربيه، وفي الاخر العربيه دي ممكن تخسر. طبعا انت عارفه احنا في مصر فبتركبيها مثلا 50 60 100 كيلو وتيجي تبيعيها بتخسري مثلا لو العربيه مثلا هنفترض ب 300,000 جنيه تعمل لك 120,000 جنيه. هل ده صح؟ على حسب هدفي وعلى حسب ترتيب اولوياتي. يعني في ممكن حد بالنسبه له ان هو لا ان هو موضوع العربيه ده اهم بالنسبه لي على فكره، ان هي بتساعدني في شغلي وببقى قدام مثلا العملاء بتاعتي بتوعي على حسب كذا. انما لو انا عايزاها بس علشان ان انا بضغط على حاجه تانية اهم وبعملها، يبقى انا محتاجه ان انا افكر تاني في اولوياتي انا عاملاها. اعيد تفكيري في اولوياتي. اعيد تفكير طبعا واعاده تنظيم. انت نورتينا النهارده. كان لسه عندي كلام كتير اسئله كتير بس للاسف وقتنا خلص. مشاهداتي العزيزات، ياسمين داري عرفتنا ازاي تكوني اما غنيه اما تتحبسي في الفخره دي. ان شاء الله هتكون موجوده معانا ضيفه عزيزه في الحلقات الجايه، هنتكلم معاها في مواضيع كتير.